بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي وأحبابي طلاب الصف الثالث الإعدادي مدارس نازل الأهلية المسار المصري، مرحبا بكم في الوحدة الرابعة والأخيرة، وآخر درس عندنا هو التنظيم الهرموني في الإنسان. طبعا يحتوي جسم الإنسان على مجموعة من الأعضاء تعرف بالغدد الصماء، تقوم بإفراز مواد كيماوية تعرف بالهرمونات. الهرمونات دي بتتضافر في عملها لتحقيق اتزان بالبيئة الداخلية لجسم الإنسان، وأي اختلال في نسبة الهرمونات يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض مثل مرض السكري ومرض جويتر. وهنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو. خلق الله الإنسان في أحسن صورة، وأمد جسمه ببعض الأعضاء التي تحافظ على هذا البنيان في حالة اتزان دائم في بيئته الداخلية تسمى غدد. هذه الغدد تفرز بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تنسيق عمل أعضاء الجسم، والدليل على ذلك أنه لو حدث اختلال لأي سبب من الأسباب في عمل هذه الغدد أدى ذلك إلى الوفاة، مثل مرض السكر والعملاقة والقزامة والجويتر. وهذا ما سوف نتعرف عليه في موضوع هذه الوحدة. طبعا احنا عارفين ان خدنا قبل كده ان الجهاز العصبي هو اللي بيقوم بتنظيم وتنسيق انشطة وظائف اعضاء الجسم في الكائنات الحية، ولكن العلماء بعد عدة تجارب وابحاث اثبتوا ان في شكل اخر من التنظيم والتنسيق بينظم الوظائف في جسم الانسان الحي، وده عن طريق مواد كيميائية بتفرزها خلايا خاصة في الجسم تعمل مع الجهاز العصبي، يعني مش بيلغي الجهاز العصبي، لا بتعمل معاه على أداء المهمة اللي تعرف، وهذه المواد بتعرف بالهرمونات. يبقى الهرمونات بتساعد الجهاز العصبي على تنظيم البيئة الداخلية للجسم والاستجابة. طيب الهرمونات هي ايه؟ هي رسائل كيميائية او مواد كيميائية تضبط وتنظم معظم الأنشطة والوظائف الحيوية في الكائنات الحية، يبقى دي الهرمونات. طيب الهرمونات دي بتيجي منين؟ الهرمونات تفرز الهرمونات في الجسم من أعضاء خاصة. طيب الأعضاء الخاصة دي اسمها ايه؟ اسمها الغدد الصماء أو اللاقنوية، يعني ما عندهاش قنوات، بتفرز الهرمونات في الدم مباشرة دون قنوات، عشان كده اسمها غدد لا قنوية أو صماء، وتقوم بإفراز هذه ما يزيد عن 50 هرمون في جسم الإنسان. طيب غالبا تقع هذه الخلايا التي تؤثر على الهرمونات بعيدة عن موقع الغدة الصماء، يعني الغدة الصماء بيكون مكانها بعيد عن الجسم، عن المكان اللي بتأثر فيه. فإذا فإن الدم هو السبيل الوحيد أو الطريق الوحيد حتى يصل الهرمون إلى موقع عمله أو بما يعرف بالخلايا المستهدفة. وهنتعرف دلوقتي على أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان. يحتوي جسم الإنسان على مجموعة غدد صماء يفرز كل منها هرمونا أو أكثر، يقوم بوظائف محددة للجسم. من هذه الغدد الغدة النخامية، الغدة الدرقية، البنكرياس، الغدتان الكظريتان، المبيضان، والخصيتان. احنا تعرفنا عن اهم الغدد الصماء في جسم الانسان: الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدتان الكظريتان، البنكرياس، عندنا في الذكر الخصيتان، وفي الانثى المبيضان. وهندرس كل غدة منها بالتفصيل، وندرس ايه الهرمون اللي بتعمله ووظيفتها في جسم الانسان.
وهنبدأ مع الغدة الرئيسة أو الغدة النخامية. الغدة النخامية برغم أنها صغيرة ولكنها تسمى الغدة الرئيسة. ليه؟ لأنها بتفرز هرمونات تنشط معظم أعمال الغدد الصماء الأخرى. طب مكانها فين؟ بتوجد الغدة النخامية أسفل المخ، وهي في حجم الحمصة الصغيرة، وتسمى قلنا الغدة النخامية على الرغم من صغر حجمها تعرف بسيدة الغدد أو الغدة الرئيسة. ليه؟ لأنها بتفرز هرمونات تنظم أنشطة العديد من الغدد الصماء. فهنا يقول لي علل الغدة النخامية تسمى الغدة الرئيسة أو سيدة الغدد، نقول لأنها تفرز هرمونات تنظم أنشطة العديد من الغدد الصماء الأخرى. وهي تتكون من إيه؟ تتكون من فصين، كل واحد منهم بيفرز العديد من الهرمونات المختلفة. طبعا وأهم الهرمونات اللي بتفرزها الغدة النخامية يعرف هرمون يسمى هرمون النمو، وده اللي بيضبط معدل سرعة نمو العضلات والعظام وأعضاء الجسم المختلفة، فهو اللي بيحدد الطول التي ستصل عليها عندما تصبح شخصا ناضجا. وهنا أي خلل في إفراز هرمون النمو بيدينا عندنا حاجتين، حالتين: حالة بتسمى حالة العملاقة، ودي بتقع عندما يزيد إفراز الغدة الهرمون النمو في مرحلة الطفولة، والمظهر بتاعه بقى نمو مستمر في عظام الأطراف، فيصبح الشخص عملاق أو يزيد الطول عن مترين. دي نتيجة زيادة إفراز الإيه؟ هرمون النمو قبل البلوغ. طيب هنا ممكن يحصل عندنا حالة تانية اسمها القزامة، ودي تنتج عن نقص إفراز الغدة النخامية لهرمون النمو في مرحلة الطفولة. يبقى النقص بيؤدي للقزامة والزيادة بتؤدي إلى العملاقة. طيب بالإضافة لهرمون النمو، في الغدة النخامية بتفرز مجموعة من الهرمونات زي ما احنا قلنا تتحكم في أنشطة الغدد الأخرى، منها ما ينشط الغدة الدرقية والغدتين القذريتين، ومنها ما ينشط الغدة التناسلية، طبعا الخصيتين عند الذكر والمبيضين عند الأنثى، طيب قرب سن البلوغ. طيب وكذلك تنشط الغدد الثدية لإفراز اللبن، ده طبعا عند الأنثى، وهرمون آخر ييسر عملية الولادة، وآخر ينظم مقدار الماء بالجسم. بدي عند الغدة النخامية رئيسة الغدد وإفرازتها. وتاني غدة معانا اسمها الغدة الدرقية. الغدة الدرقية دي عبارة ايه؟ تتكون من فصين يقعان في السطح الأمامي من العنق على جانبي القصبة الهوائية زي ما احنا شايفينها كده، دي الغدة الدرقية طبعا عند جنب الحنجرة. طيب الغدة الدرقية بتفرز ايه؟ بتفرز هرمون بيسمى الدرقين او الثيروكسين، ده طبعا بيقوم بدور رئيسي في عمليات التحول الغذائي بالجسم، بينظم عمليات الغذاء بالجسم، حيث يقوم بإطلاق الطاقة اللازمة للجسم من المواد الغذائية، واللي بيساعد الجسم على استخلاص الطاقة من المواد الغذائية. طب وبتفرز هرمون تاني كمان اسمه هرمون الكالستونين. الكالستونين ده بيضبط مستوى الكالسيوم في الدم. هنشوف دلوقتي الفيديو مع بعض. الغدة الدرقية تتكون من فصين يقعان في السطح الأمامي للعنق على جانبي القصبة الهوائية. تفرز الغدة الدرقية هرمونا يسمى الدرقين أو الثيروكسين، يقوم بدور الرئيس في عمليات التحول الغذائي بالجسم، حيث يقوم بإطلاق الطاقة اللازمة للجسم من المواد الغذائية، كما أنها تقوم بإفراز هرمون الكالسيوتونين الذي يضبط مستوى الكالسيوم في الدم. وكده النهاردة احنا خدنا الهرمونات وخدنا الغدد الصماء وخدنا الغدة النخامية وخدنا الغدة الدرقية ووظيفتها والهرمونات اللي بتفرزها. وكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.